السلام عليكم. أنا أنيس أيني من دولتي إيه. أنا سوف أشارك معكم عن فوائد الإنترنت. الإنترنت كثيرا فائدة. كل يوم أنا أتجول الإنترنت. أنا أتجول الإنترنت في المكتبة. أنا أستخدم خط المدرسة. أنا أبحث عن المعلومات عن الدرس في الموقع. أنا أنزل المعلومات الإيجابية فقط. أنا لا أنزل ولا أحمل المعلومات السلبية. في الإنترنت كثيرا المعلومات. أحيانا أنا أتصل بالأصدقاء بالدردشة. نحن نتكلم. أحيانا أنا أرسل البريد الإلكتروني إلى الأصدقاء. أنا ألعب الألعاب. أنا أحب الألعاب التعليمية. أنا أحب الإنترنت. الإنترنت كثيرا فائدة. شكرا.